قرب في راسك. لا انتبه انتبه جويس، جويس انتبه، فوق في أنس. وين؟ فوق فوق فوق. هكذا دخلنا قلب المعركة على وقع الرصاص والقنص وقذائف الإنارجا. خط التماس أي ما يعرف بشارع سوريا الفاصل بين باب التباني وجبل محسن ملتهب، والطلقات النارية وإن كانت متقطعة لم تهدأ طوال النهار لتبقي على الجبهة مشتعلة. الام تي في استطاعت الدخول الى ازقه باب التباني، وهناك تحدثنا الى المقاتلين. المولوي زلمه مثله مثل اي شاب، مثلي مثل غيري، بيصلي صلوات الخمسه. نحن عندنا بلبنان الغلط انه كل واحد بيصلي صلوات الخمسه وبيفوت على الجامع صار ارهيبي. طب لا انتم مش ارهابيين؟ لا ارهابيين نحن. انتم شو؟ مين انتم؟ نحن اهل التباني، اهل السنه. نحن ما عم نقول، ما عم نقول للجيش ممنوع يتوقف، ممنوع يتوقف واحد من السنة يعني؟ صار في حدا توقف بدكم تعملوا اشتباك؟ منو ممنوع؟ منو ممنوع؟ نحن يتوقف، نحن قابلين يتوقف بس يكون ما عن ظلم، عن عدالة. ليش عم تقوصوا؟ ما نحن اللي عم نقوص. كيف وما أنت معك سلاح؟ ما عم ندافع عن نفسنا، نحن ما أكثر من هيك. ليش الأجهزة الأمنية ما عم تتدخل؟ هلا بدنا نشوف الحكومة ليش ما عم تتدخل؟ ليش ما عم تتدخل؟ بدنا نشوف بشار الأسد شو بده. بتعتبر من بشار الأسد؟ طبعا اكيد من حزب اللاتي من حزب اللاتي عند حسن عدو الله هو الامر النهي. ليش ليش انتم ما بتأتمروا للي قالته الحكومه بالامس بوقف الاشتباكات؟ لك وقفوا الاشتباكات يا ريت، يشرفوا تفضلوا، بس مين بده يوقف؟ قدروا، ما انتم ماسكين البلد. مش احنا مسكين البلد، عصابه رفعت عيد اللي ماسك البلد. اللي حصل بالبلد رساله من بشار الأسد عم بيقول انه انا بلبنان الحاكم الامر النهي. ما دخلوا فيها شادي المولوي حجة. يا رئيس الحكومة، يا قائد الجيش، يا رئيس الجمهورية، شرفوا تفضلوا، وقفوا اطلاق النار، وقفوا عصابة رفعت عداد المجنون، او نتيجة انتم تتحملون عقبها. شو بتعملوا؟ احنا ما بنعمل شيء، نتيجة بتفلت بالبلد. اما الدخول الى جبل محسن فبقي متعذرا لضراوة الاشتباكات وحساسيتها. قاتلان حيدر راشد ومحمود معروف وعشرات الجرحى حصيلة اليوم الثاني من الاشتباكات حتى إعداد هذا التقرير، في وقت لم يحسم الجيش دخوله إلى المناطق الساخنة رغم إعطائه الغطاء السياسي من المجلس الأعلى للدفاع، مطالبا بغطاء سياسي من الحكومة مجتمعة، ولذلك اكتفى بالوجود في نقاط تمركزه اليومية وبإقامة الحواجز الأمنية عند مداخل المدينة. المعركة هنا ليست أهلية بمحلية، بل هي إقليمية دولية لعبوها من طابور خامس، وحساباتهم حتما مختلفة. من تحت الرصاص في باب التباني، في راس خليفة، هادي حنا، جويس عقيقي، ام تي في.